السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي مشتركي قناتنا، تحية لكم، تحية الكم الناس اللي مشوفوا فينا بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. رجعناكم في فيديو آخر دائما مع مباريات لاعبينا المحترفين. اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020، نبدأ البرنامج كما كتبتوا الصورة. اليوم غايب إسحاق بالفضيل مع فريقه هوفنهايم بسبب إصابته بفيروس كورونا، نتمنى له الشفاء. على الساعة 3:30 سعودي برو ليج، الدوري السعودي، الفتح لتواجد معه اللاعب بن دبكة، يستقبل نادي أبها لتواجد معه اللاعب طهرت. مقابلة منقولة على قناة تن بي سي برو سبورتس السعودية متواجدة على قمر النسات وقمر الأرابسات. على الساعة 4 إلى 10 دقائق دائما مع السعودي برو ليج، نادي الرائد لتواجد معه الحارس دوخة يستقبل الهلال، أيضا منقولة على قناة ام بي سي برو سبورت السعودية المتواجدة على قمر النسات وقمر الأرابسات. على الساعة 6 إلى 15 السعودي برو دائما، النصر السعودي يستقبل الاتفاق لتواجد معه الحارس رئيس وهاب بن بولحي، أيضا منقولة على قناة ام بي سي برو سبورتس السعوديه المتواجده على قمر النيسات وقمر الارابسات. في السهره على الساعه 9 إلى 15 ليغ دو الفرنسيه، نادي اجاكسيو يستقبل لو هاف لتواجد معه لاعبين جزائريين فيكتور لكحلو ايضا العبدلي. المقابله منقوله على قناه بين سبورتس 14 الناطقه باللغه العربيه على قمر النيسات، في نفس الوقت منقوله على قناه بين سبورتس 1 الناطقه باللغه الفرنسيه على قمر استرا اولوردبيرغ. دائما على الساعه 9 إلى 15 هذه المره مع السيريا الايطاليه، نادي فيورنتينا يستقبل جنوا، المقابلة منقولة على قناة بين سبورتس 4 الناطقة باللغة العربية على قمر النيسات. على الساعة 9 وآخر مقابلة، نادي أيبار الإسباني يستقبل فالونس، المقابلة منقولة على قناة بين سبورتس 3 الناطقة باللغة العربية على قمر النيسات، في نفس الوقت منقولة على قناة بين سبورتس 2 الناطقة باللغة الفرنسية على قمر أسترا والهوتبر.